بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. يا أحبة، اليوم يوم عظيم، هو أحد العنصر المقدس، هذا الأحد الذي يلي أحد القيام بخمسين يوم. في هذا الأحد تأسست الكنيسة، في هذا الأحد أخذنا نعمة الروح القدس، في هذا الأحد تشددنا بإيماننا بيسوع المصلوب والقائم من بين الأموات. المسيح وعدنا بالروح القدس، قالنا بإنجيل يوحنا: إن لم أصعد، إن لم أذهب، لن يأتيكم المعزي. وحقق هذا الكلام بعد صعوده إلى السماوات، وبعث لنا الروح القدس الذي نسميه الرب المحيي، الذي نستدعيه في كل صلاة: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق، هلم واسكن فينا. نحن نستدعي الروح القدس يومياً، وخاصة في الأسرار المقدسة، لحتى يحل على المادة يلي عم نصلي عليها، تيكون هو فيها مقدساً إياها حتى نتقدس نحن بها. هذا اليوم هو عظيم، لذلك نقرأ فيه من بشارة يوحنا: في اليوم الأخير العظيم من العيد. كان عيد العنصرة عظيم عند اليهود، بس عظمة هذا العيد ما إلى معنى ولا إلى خصة بعيدنا العنصرة، لأنه يومنا هو يوم عظيم. بعث لنا ربنا يسوع الروح القدس، هذا الروح الذي يخبرنا الكتاب المقدس عنه: يهب حيث يشاء. هو حل فينا، حل على الرسل وعلى كل المجتمعين في العلية بشكل ألسنة نارية. ليش هالألسنة النارية؟ لأن النار ترى ولا تمسك، والريح يلي هي مرادفة أو مشتقة من كلمة روح، لا ترى ولا تمسك ولكن تحس. ظهر الروح القدس وحل على كل المؤمنين بيسوع المسيح كإله ورب، وقواهم وشددهم وقال لهم: أنتوا كنيسة، أنتوا جسد الرب يسوع، وانتو ألقيت على عاتقكم مسؤولية التبشير بالرب يسوع. هذا الكلام الذي قاله ربنا لتلاميذه قبل الصعود: اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. نحن يا أحبة كمؤمنين نتحرك يومياً، كل ساعة كل لحظة بالروح القدس. لذلك الكنيسة عنصرة مستمرة، كما أن القيامة هي مستمرة في حياتنا، كذلك العنصرة مستمرة في حياتنا، ودايما لازم نصلي للروح القدس ونقول له: هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا، آمين.